باسم، عم بتحضر لمسلسل من تأليف زوجتك رنا حريري بعنوان ببساطة. لأنه أول فرضية، مرتي بتكتب لي دوري من الجلدة للجلدة، ما لقيت كاتب يآمن بالمشروع إلا مرتي، عنا أزمة كتاب، مش غلط زوجتي تجرب. والله بس لا يعني بس الثلاث فرضيات ان شاء الله تضلك عم تضحك. الثلاث فرضيات يعني فيهم يعني إدانة لاختياري لزوجتي بالكتابة، يعني معلش لا يعني زوجتي بتكتب حلو ومش غلط الرابع. انه زوجتي تكتب يعني او تساهم بالكتابه، لانه المشروع مش بس زوجتي، يعني تصحيحا للمعلومه أوكي. مجموعه كبيره من الكتاب من بيناتهم زوجتي. حلو. نشرت صورتي بالمستشفى لانه غرت من اليسا والتعاطف الكبير معها، بدي اعمل جدل والمرض صار وسيله اعلان ناجحه، حقي اشكر الاطباء والمستشفى اللي اهتمت فيي. لا حقي اشكر الطبيب تحديدا، انا شكرت الطبيب اللي اهتم فيه بالصوره، انا ما تصورته انا متسطح هيك وكذا، تصورته انا ضحكان وعابط الممرضات والدكتور صح، وما نزلت القصه انا في المستشفى، نزلتها وانا باحسن حاله وانا حيوي وكذا ونزلتها. شكر للدكتور. سلامتك. الله يسلمك. شو كان بك وحكه بسيطه؟ لا شيء، ما في شيء بسيط كثير بس. تصنيفي بين الممثلين تيم حسن، قصي خولي وباسل خياط، انا الاول وبسبقهم كلهم، الاسماء ثلاثه سابقيني واهم مني، ما في مقارنه بيني وبينهم، كل حدا بمكانه المناسب. لا فعلا كل حدا بمكانه المناسب وبحالته المناسبه. قدمت بمصر اكثر من دور ناجح، لكن التجارب ما تكررت سنويا، لان باسل خياط سرق السوق المصري مني، او ما تقدم لي دور جديد مناسب، أو التواجد الدائم بمصر معادلة شبه مستحيلة. والله هو بصراحة ولا فرضية من هدول. يعني أنا إذا بدي أختار بتقدم بقول ما تقدم لي دور جديد، بس أنا لم أنجح في التجربة المصرية. لماذا؟ بمنتهى الصراحة. لماذا؟ أنا بتقولي لي حققت نجاح بشيء أو بكذا، بقول لك أوكي نجاح متفاوت بدرجات النجاح، أما أنا ما نجحت بمصر مثل ما نجح شو غيري. شو حلو الاعتراف، تيم حسن شو حلو الواحد يقول انا ما نجحت. انا ما نجحت بمصر. ليه؟ ما بعرف، يعني يا اما انا الحالات اللي تقدمت لي بوقت وبزمان وبمكان معين، يعني انا اشتغلت بمصر قبل الثوره المصريه، خلينا نقول اللي صارت، وضع السوق، الوضع الحالي، الوضع الفني، الخريطه الفنيه انقطعت فجاه، صار في بريك باللحظه اللي انا بلشت اتقدم فيها واطلع فيها وينعرض علي شغلات فيها تطور اكثر، صارت هالاحداث بمصر وصارت هالامور بمصر، تكركب الوضع السياسي، الحاله الفنيه تاثرت بهذا الوضع، صار في وقفه، ما قدرت كمل، ولا اجى الوضع يعني لا اجت الحاله خلتني اعمل هذه الستيب او هذه الخطوه اللي امشي فيها لقدام، فانا لا اعتبر حالي نجحت في الساحه المصريه. السنه الماضيه انعرض عليك دور كثير مهم واعتذرت عنه. يحكى انه طلبت رقم خيالي، هل طلبت غليت المهر حتى ما تزوج؟ لا طلبت رقم، لا طلبت رقم مش خيالي، طلبت رقم انا بطلبه، انا اجري كبير، انا ما اكون صريح معك، انا اجري كبير بالاعمال اللي بشتغلها وبالمسلسلات اللي بشتغلها، انا باخذ مصاري كثير. مش لتهربون؟ مش لانه انت ما بدك تكرر التجربه المصريه؟ لا ليش تهربهم بموضوع المصاري؟ بقول لهم لا ما بدي اشتغل يعني. يعني مش لانه انا بقول لهم ما بدي اشتغل وخلص انتهى، حسيت انه هذا الدور بده شغل كثير كتير ومتعب جدا، فطلبت مصاري كتير، قاموا هربوا وقبلوا نفس الشيء كمان، يعني طبعا اعتذرت عن دور تاني وهيك، يعني ما بعرف يعني في شيء بالكيمستري تبع هالحالة عندي ما ركب. فرضية أخرى، رفضت فكرة تقديم جزء تاني من ضيعة ضيعة احتراما لشريك النجاح نضال سيجاري، بدون نضال سيجاري ما بقدر شيل الشخصية والعمل، ما بحب كرر نفسي حتى لو الشخصية نجحت. لا بدون نضال سيجاري لا يمكن هذا العمل يصير، نضال الله يرحمه هو أساس في هذا العمل، الله يرحمه. وهو نجم هذا العمل بلا منازع، وظاهرة لن تتكرر في الدراما السورية، الله يرحمه، وهو أعز أصدقائي، يعني أنا اليوم لا يمكن أقدر نفسيا وروحيا اشتغل لقطة من هذا العمل بدون وجود نضال، ما بتزبط معي، وبالمناسبة بتزبط مع أغلب كادر العمل، يعني مع كل الشباب، لأنه يعني إحنا جينا كجروب كله رفقات وأصدقاء. ماذا لو شاركت بعمل مع عابد فهد؟
اسمي واسمه بيطلعوا سوا بالجينيريك، اسمه قبل اسمي وما بزعل، ما بشترط بموضوع الجينيريك، بتركها للمنتج. ما بحكي موضوع الاسم يعني. اولا عابد نجم مهم، ونجم عابد اقدم مني بالمناسبه يعني، يعني هو بدا حياته مشواره الفني قبلي. وعابد حدا متنوع وجميل ونجم بكل معنى الكلمه. ما بحكي موضوع الاسم، بترك هالموضوع للمخرج. واصلا حتى عابد هو نفسه عنده نفس المينتاليتي، عابد عنده نفس هالعقليه وعنده نفس هي يعني. عابد ما بيحكي موضوع الاسم. طب ما بتحكوا قبل بعد بحال نحط الاسم بمكان ما بتحسوا انه لائق، تعترض فيما بعد او لا؟ بحكي بموضوع الاسم، انتبهي، انا بحكي بموضوع الاسم لما بحس انه في شيء ما مريح بالتركيبه. يعني انا لما بعرف انه في ممثلين بدققوا على هالموضوع بصيروا بدهم يحطوا شروط ويعملوا حركات، لا انا وقتها بحط شروطي. اما لما بحس انه نحن داخلين على عمل لطيف عفوي، الناس في داخله لحتى تعمل تأدي شغل جيد، وما حدا بقى عم يحكي بهالموضوع، وفي مخرج ماسك دفه السفينه وما بيسمح لحدا الا من يتدخل بهالموضوع، وهو بيكون صاحب القرار وفارض شخصيته، متروك هذا الموضوع له. ليك نايش اشتغلنا العراب الجزء الاول والجزء الثاني العراب، ما حدا حكى بموضوع اسم، ولا حدا حكى اسمي قبل واسم بعد، وهي وكان في نجوم كبار، وهي اشتغلنا 100 عمل ما حدا حكى بهالموضوع. باسم، اذا تم استشارتك لاختيار بطوله عمل مع ممثله لبنانيه، بختار نادين جيم، نيكول سابا مره جديده، ماجي بغصن. ماجي بغصن. بيني وبين نيكول سابا بمسلسل مذكرات عشيقه سابقه ما كان في كيمياء بيني وبينها، الكيمياء انوجدت بس ثنائيتنا ما نجحت، الكيمياء انوجدت والمسلسل حقق نجاح كبير. مسلسل حقق نجاح كبير، بيكفي تشوفي مشاهداته على اليوتيوب والسوشيال ميديا، وفي كيمياء وانا كثير بحترمها وكثير انبسطت بالتجربه مع نيكول. تحيه لنيكول سابا. النجوم السوريين الشباب تفوقوا على النجمات السوريات، لان النجمات اللبنانيات سرقوا اماكن السوريات كبطلات، السوق عاوز كده، النجوم الشباب اشتغلوا على انفسهم اكثر. والله يا الفرضيات حاططهم فاعل خير ما معقول، شو فاعل خير؟ بس الفرضية الأخيرة من بعد إذنك. النجوم أنت ضحكت قبل، النجوم الشباب اشتغلوا على أنفسهم أكثر. لا هلا انتبه، هي بكره انا بكل المسبات، بس هيدي فرضيه، هيدي فرضيه. لا في نجمات مهمات بسوريا وكويسين الحقيقه. لا في، لكن الشباب تفوقوا مؤخرا، خلينا نحكي بالسنوات الاخيره، على الشابات. اتحفظ بلغه على السوق. خليني اقول فرص، ما بدي اقول مين اقدر، انا بدي اقول الفرص يمكن اجتهم ونعطت الفرص للشباب اكثر من الشباب. بس تناسب وعدد. طب اي فرضيه من هالثلاثه؟ لا الفرص اللي اجت للشباب اكثر اهم فرص.